السلام عليكم. فطر جديد اليوم ان شاء الله. غادي نتعلموا كيفاش نصوبوا ان سيجاريت بالفوتوشوب بلا ما نحتاجوا لا تيكستير او لا ستيل او لا شي حاجه من بحال هكا. حاجه واحده اللي خصنا نعرفوها باش تكون عندنا واحد لاسبي بلي رياليس ديال لا سيجاريت ديالنا اللي غادي نصوبوا, هو بان هاد لي ديمونسيون, يعني مثلا هنايا لا هوتور ديال لا سيجاريت اللي اختارينا اي هوتور ديال لا سيجاريت, خاصة هاد لا هوتور نضربو لا بغينا نعرفو لا لارجور ديال السيجاريت ديالنا نضربو فوا 10. يعني الا كان مثلا 60 في لا هوتور اوتوماتيكمون لارجور ديال السيجاريت غيكون 600 بيكسل. بالنسبة لهاد لا بارتي جون تاهي نفس الشيء, يعني لا هوتور نضربو فوا 3. يعني الا كان عندنا مثلا 60 بيكسل اختارينا في لا هوتور, في لا لارجور غيكون عندنا يعني 180 بيكسل. وغادي نتعلمو كيفاش يعني نصوبو لي فورم, يعني فورم دو بانسو بحال اللي خدمنا بهم هنايا, ولا لي فورم دي تكستير ولا باترن بحال هاد ليلين اللي خدمنا بهم هنايا, والالوان اللي خدمت بهم هنايا. نوريكم الالوان, يعني دي 5 ا 5 5 بي بالنسبه لهاد لاريير فون اللي هنايا, والكولور الثاني يعني اللي خدمت به هنايا في هاد الطابة هنايا, يعني سي ا ا بي 08. يعني هادو هما لي كولور اللي خدمت بهم هنايا. ماسكي هاد الجروب, يعني الجروب اللي فيه هاد السيجاريت اللي صوبت, ونبداو من جديد ندير ان نوفو كالك اللي غندير فيه السيجاريت. كما قلنا يعني لا طاي ديال السيجاريت غيكون يعني اوتوماتيكمون, مثلا اختاريت 70 في الطول غيكون عندي لارجور 700 بيكسل. يعني انا بلا ما نبقى يعني ندير لي طاي فيكس هنايا, مثلا طاي فيكس مثلا اختاريت في لا هوتور 70, يعني اوتوماتيكمون غتكون عندي 700 في لارجور ديال السيجاريت ديالنا. يعني نكليكي باش سيليكسيونمون, يعني ندير واحد كولور دو فون ليا, كليكي على كونترول اوتور اون اريير, نجيب هنا الميليو ديالنا, ندير لا بارتي جون, يعني نكري واحد ان نوفو كالك باش ندير لا بارتي جون. لا بارتي جون قلنا لا هوتور فوا 3, يعني عندي 70 بيكسل في لا هوتور, يعني اوتوماتيكمون تكون 210 بيكسل في لارجور ديالها, يعني لا تاي فيكس 70 يعني 210. يعني تاهي نفس الشيء, ندير كونترول ادي, يعني ندير لا لاغيير فون هاد الكولور ديال لاغيير فون اللي قلت لكم عليه, كلي على اوكي, وندير الت روتور اون اريير باش نسبغ هاد لا بارتي هنا, نجيبها يعني هنايا هاد سونتري. كما كتشوف هذا هو هما لي طاي اللي غنخدمو بهم ديال لا سيجاريت ديالنا. بالنسبة لهاد لا بارتي بلونش, يعني باش نديرو لهاد لي زيفي ديال ليلين ولا التكسير ديال ليلين, نمشي نكري ان نوفو كالك, نوفو ندير فيه في لارجور ديالو 8, فوتور ديالو 10, كليك على اوكي, نزومي باش يبان لينا الكالك مزيان, اختار لوتيل دو سيليكسيونمون وندير فلا بقى عندي لا طاي فيكس ان شاء الله طاي نورمال, كونترول كونترول تي باش ندي سيليكسيوني, وندير لارجور ديالو 2 بيكسل فلا هوتور ديالو 10 على حساب الكالك اللي عندنا هنايا. دير كريا نوفو كالك, ندير الت روتور اون اريير, من بعد ما اختاريت اللون الاسود كليك على كونترول في هاد الفينيات باش نسيليكسيوني هاد الكارك, دبل كليك بوغ ديفوي الكارك, كونترول ا بور سيليكسيوني, و اوتوماتيكمون الكارك اللي عندنا اللي فيه لين اون نوار سيليكسيوني, باش نختار لوتيل دو موفمون و نسونتريه بارابور اوريزونتال, نماسكي هاد الكارك داغيير فون ولا نسيبريميه,
ونمشي للإيديسيون يعني باش نكري واحد الموتيف باش ندير ليلين لا بارتي بلونش يعني اوتيليزي كوم موتيف موتيف مثلا نخلي بارتي فوكال شحال الكالك ديالنا يعني اللي هو كولور بلونش يعني ندير لي موتيف اللي اختارينا اللي صوبنا دابا هي هادي اخر وحده ونقص من لوباسيتي ديالها مثلا حتى لسبعة سبعة في لوباسيتي نكليك على اوكي بالنسبة لا بارتي جون خصني نكري لها باش ندير واحد تكستير هنايا خصني نكري واحد لي فورم بانسو ندير ان نوفو كالك نزومي باش يبان لينا مزيان ونرسم بحال هكا بحال شي مثلث نزيد لا طاي شوية ستة نقص ثلاثة هنايا نمشي نسيليكسيوني الكالك ديالنا كنترول سي ندير النوفو كالك كليك على اوكي اوتوماتيكمون كيسيليكسيوننا لي ديمونسيون اللي اختارينا ندير كنترول في باش ديرونا الماسك الكولور ديال لاريير فون ندير اديسيون شي ولكن هاد الخطره غنديرو ديفينير كوم فورم بري ديفيني يعني باش نديرو واحد فورم دو بانسو نخلي بارتي فورم دي شونتيون كليك على اوكي نشعل الكالك ديالنا فالكالك هنا هاد لابارتي اون جون هي اللي بغينا نديرو لها هاد ليفي من اللي عندنا هنايا ندير ان نوفو كالك نسيبريمي هاد الكالك بعد اللي ديجا خدمنا بيه كنترول تي وندير ان نوفو كالك ندير فيه فورم بانسو غير ندخلو لوتيل ديال فورم بانسو يعني الفورم اللي ما كتبانش عندو هنا نقدر نافيشيو من فونيتر فورم ولا راكورسي كلافي F5 نبدلو في فورم بانسو نبدلو في فلاتاي ديالها مثلا نديرو 27 بيكسل بالنسبة لي نكبرو لاتاي ولا ليسباسمون بين كل وحدة سيمتريون اكس سيمتريون ايكغيك ديفيزيون دو فورم يعني كما كتشوفوا هنا نطلعوا لا طاي 100% نومبر دو با يعني نديروه في 2 ف هنايا نخليو بار ديفو فبالنسبه للديفيزيون نطلعوا لا طاي حتى تقريبا 900 فارياسيون نيميريك يعني كيفاش شحال من فارياسيون عندنا نخليوها تقريبا في 60 61 نومبر نديرو 2 فهميو هاد الفونيتر نبدلو الكولور الابيض ونصبغو هنا هاد لي بارتي عندنا هنايا سيلكسيونيو الكالك اللي عندنا هنا هاد لابارتي الصفراء ونفرتيو سيلكسيون مو كونترول ماجي سكيل اي ونسيبريميو يعني هاد لي بارتي اللي مصبوغين عندنا على برا ديال الفورم بانس اللي ما نحتاجوش ونكليكيو على سيبريمي ونبدلو فورم مود عندنا دو فيزيون لي ميغ تاميسي ونقصو لوباسيتي تقريبا 50 بحال هكا ملي كملنا نسيليكسيونيو يعني لي كالك يعني بثلاثة عندنا كليك كونترول ونسيليكسيونيو كل واحد
نفيزيوني هاد لي كالك، يعني فيزيوني لي كالك، ونديرو ليهم ان افي ديال باش يبان عندنا هاد لا سيكاريت، يعني نديرو واحد لي في 3 دي باش تبان عندنا، باش تبان عندنا مزيان، يعني نديرو اومبر انترن، اومبر انترن نديرو باش نديرو واحد لا لين هنا اون بلونج، نبدلو كولور كولور بلون، نبدلو مود فيزيون مود نورمال، نديرو هنا دو هنا دو، انكريستي او اون دو غرادي، انكريستاسيون دو غرادي، نبدلو مود فيزيون برودوي، نقسم لوباسيتي مثلا تقريبا 46، نبدلو هاد الدو غرادي ديالنا، يعني نجيبو هاد هنايا، هاد الانوار لهنا، هاد كولورون كولور، هاد الابيض نجيبو هنايا، و الت الت نكليكيو على هاد الكولورون نوار باش نديرو لي اون كوبي ونجيبو لهنايا، وهنايا هاد الفوقاني نزلو لوباسيتي ديالو تقريبا نفس لوباسيتي اللي درنا هاد 46 45 فرق، ونكليكيو على اوكي، نزيد واحد لومبر بورتي هنايا، يعني باش نعطي واحد ليفي، يعني يكون كسبان عندنا مزيان، لا تاي تقريبا 20، ديستونس 20 باردون، لا تاي تقريبا 20، ولوباسيتي نقسم لوباسيتي 60، تمسي هنا ديكوشي و اتيليزي لي كليراج جلوبال، نطلعو مثلا لهنايا، تبان عندنا مزيان، كليكيو على اوكي، ونزيد واحد التكستير، يعني باش يبان عندنا هاد ليفي، نزيد واحد التكستير لهاد السيجاري ديالنا، نمشيو للفلتر بغوي اجو دو بغوي، ونقصو تقريبا جوج، يونيفورم مونوكروماتيك، نكليكيو على اوكي، هنا مازال واحد لا لين هنا اللي كيكون عندنا فيرتيكال، يعني نديرو تقريبا 7 بيكسل في لارجور، يعني نكليكيو على هاد الكالك ديالنا، كونترول كونترول الت ماجيسكيل باش ناخدو غير سيليكسيونمون اللي كيتلاقاو فيه هاد لي دو كالك، نديرو نكريو ان نوفو كالك، نديرو الت وتوغ اون اغيغ بو غومبلي اون بلونج، واخا حنا غنسيبريميو هاد الكولور في مود فيزيو، اما من هنا اما من هنا، يعني كولور دو فون لوباسيتي ديال كولور دو فون متبقاش تبان، ونديرو لي ان دو غرادي، ان كريستيان دو غرادي، موديفيو في هاد دو غرادي ديالنا، نبدلو الكولور ديال هاد النوار، يعني اللي يكون اقل منو في لوباسيتي، نديرو ان نوفو كولور هنايا، ونقصو مزيان هاد الكولور، كيما نجيبو هاد الكولور برونش عندنا لهنايا، نديرو الت لهاد الكولور هنا باش نديرو ان كوبي ديالو، نقسم لوباسيتي ديال هاكا تقريبا، كليكيو على اوكي، يعني نقسم لوباسيتي ديال الكار كامل 80، مازال لينا دابا يعني طابة باش نديروها هنايا، نسيليكسيونيو من هنايا، يعني غير هاد لابارتي اللي غنخدمو فيها، نكريو ان نوفو كار، اختارو لوتيل بانسو في لاطاي ديالها تقريبا 6،
ونختاروا الكولور اللي خدينا في الاول هنا، نزوميو ونصبغوا هاد لابارتي هنايا باش نديرو ان افي. نختاروا لوتيل، يعني اوتيل دونسيتي بلس، يعني ونخليوها بنفس الريغلاج طون مويان 50%، ونصبغو هنايا باش نديرو واحد ليفي ديال لي زومبر، وناخدو لوتيل دونسيتي اوتيل دونسيتي موان، نخليوها تاهي بنفس لي كونفيغوراسيون، ونصبغو عاوتاني هنايا. لاطاي تكون هاد البانسو صغار، يعني 4 بيكسل في لارجور ديال هذا، ونصبغو هنايا باش نعطي واحد لي في 3 دي لهاد الطابع هنايا. كنترول دي باش نشوفو السيكاريت ديالنا مزيان بحال هكا، يعني نكوبيو هاد الكالك ديال الطابع، نديرو ليه كوبي، نديرو ليه مود فيزيون، نبدلو مود فيزيون دونسيتي كولور موان، يعني كما كتشوفوا كيبان كولور زوين، ونقصو من لوباسيتي ديالو تقريبا 40 39، ودابا السيجاريت ديالنا كملت.